أهلاً وسهلاً بكم إلى برنامج أو إلى الحوار الثقافي شام ويد السيف ثقافة. التوثيق علم من علوم التاريخ يضع القائمين عليه نصب أعينهم هدفا صريحا يتمثل في حفظ المعلومات وتنسيقها وتبويبها وإعدادها لجعلها مادة أولوية للبحث والفائدة، وهو شديد الأهمية بالنسبة إلى حماية النتاج الإبداعي وحفظ الأحداث التاريخية والمعلومات ونقلها من الماضي إلى الحاضر ومن ثم إلى المستقبل ووضع بين أيدي أشخاص يمكنهم الاستفادة منها. ينطبق هذا على التناقل الشفهي للمعلومات والمعارف والمهارات. فالتوثيق إذن في مجمل خلاصته هو حرفة السيطرة على المعلومة، ويمكن أن يكون كتابيا وتصويريا وسمعيا وبصريا، كما يمكن للفن بكل أنواعه أن يقفز إلى مكانة رفيعة يصبح فيها وثيقة وشهادة غنية على العصر. للحديث عن هذا الموضوع المهم والممتع نستضيف في هذه الحلقة السيدة رجاء مخلوف، مصممة الأزياء في الدراما السورية، وأيضا السيد موسى الخوري، مدير العمليات في مركز وثيقة وطن، مدير المشاريع في مركز وثيقة وطن. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. سنتمرد على البروتوكولات الإعلامية في هذه الحلقة، ونبدأ معك السيد موسى، لن نبدأ مع السيدة رجاء. هل لك أن تعطينا لمحة عن عمل مركز وثيقة وطن بما يتعلق بهذا الهدف، هدف التوثيق، وما الذي أنجزه منذ تأسيسه إلى الآن؟ مؤسسة وثيقة وطن أشهرت عام 2016، بدأت عملها بال 2017، ومنذ ذلك الحين أسسنا بالدرجة الأولى بنية تحتية هامة جداً لحفظ الوثائق، داتا سنتر هام جداً، وأيضاً باشرنا بالمشاريع، منها مشاريع توثيقية تتعلق بسير حياة الأعلام والشخصيات المعروفة التي لها أثر وتاريخ وذاكرة في تاريخ بلادنا، وأيضاً باشرنا بمشاريع تتعلق بسوريا المعاصرة، ذاكرة والأحداث التي جرت خلال السنوات الماضية، وأيضاً لدينا عدة مشاريع أخرى تتعلق بمثلاً على سبيل المثال الحرف اليدوية، توثيق الحرف اليدوية السورية، توثيق التراث الصوفي، توثيق التراث السرياني والتراث الكنسي. هذا يعني بعض المشاريع، ولكن تركيز المؤسسة حاليا بالدرجة الأولى هو على المشاريع المتعلقة بسوريا المعاصرة، المناطق المختلفة التي شهدت أحداثا هامة، ونحن باشرنا بتوثيقها من خلال فرق تذهب إلى هذه المناطق تقوم بمقابلة الناس، لأننا نحن في المؤسسة نعنى بالتوثيق الشفوي أو التأريخ الشفوي، أي بتوثيق الشهادات الحية التي تصدر عن شهود عاشوا الأحداث، كانت لهم مواقف، كانت لهم مبادرات ضمن ظروف معينة ومواقف معينة، فنحن نسجل مباشرة من هؤلاء الشهود ونحفظ هذه الذاكرة كما تفضلت سيدة ديما، لكي يستطيع الباحثون العمل على هذه الوثائق الهامة، وأيضا لحفظ هذه الوثائق للأجيال القادمة في المستقبل. سيدة رجاء، حضرتك يعني أيضا عملتي على توثيق من نوع آخر، أنت تلجئين إلى يعني إلى المراجع وإلى جذور المعلومة في عملك، رغم أن هناك من يقول بأن السينما والمسرح فن مكتمل، ولكن التلفزيون هو فن ناقص على اعتبار أنه استهلاكي يومي إلى ما هنالك. إلى أي حد ترين حضرتك أنه يمكن أن تكون الأزياء في الدراما هي بمثابة وثيقة حقيقية، ورغم أنه هناك من يرى بأن الأزياء هي حرفة متممة للعمل الإبداعي وليست أساسية يعني للأسف؟ بالحقيقة هي ممكن بوقت من الأوقات كانت متممة، ولكن هلأ صارت شيء أساسي، لأنه تطور عالم السينما والتلفزيون تطور كبير جداً،
بس عالم البصريات والمؤثرات الصوتيه والبصريه، فما عاد فيكي تلغي الازياء لانه هي صارت جزء كثير مهم من الصوره. بالنسبه لي انا اشتغلت عده اعمال تاريخيه، سواء تاريخية قديمة مثل الزير سالم مثلا ما قبل الإسلام، سواء ما بعد الإسلام، سواء فترة الخمسينات وغيرها. كنت دائما عندي مشكلة بالمراجع، دائما ما في مراجع خاصة الشيء القديم، فترة الإسلام وما قبل الإسلام كله توثيق شفوي. التوثيق هو كتابي بالأحرى، شفوي منقول وبالتالي انكتب كتابي. يعني أنا كنت أقرأ وصف للكلمة لللباس، فرضاً لباس الخليفة أقرأه موصوفاً. مثلاً هلأ أنا إذا بقول لك كلمة طيلسان، أنت يعني بدنا نترجمها أكيد، بدي روح على مراجع تانية تتعلق باللغة العربية ترجم لي الكلمة، شو معنات الكلمة لحتى صحيح. أنا أقدر هاي الكلمات يعني ألف منها لوحة فنية هي زي هي أزياء. والشغلة المهمة جداً أنه أنا يعني ما بعتبر حالي عم وثق كمان، طبعاً أنا لازم كون عم أقدم شيء أقرب ما يمكن للصح وأقرب ما يمكن لأنه المشاهد يصدقني أنه أنا عم قدم فترة عباسية، فترة أموية، فترة قبل الإسلام. حتى الفانتازيا سيدة رجاء يعني عملتي فيها، سنتحدث عن هذا الموضوع يعني وعن توثيق بهذا الأمر، أو كيف ستكون يعني المرجعية في ابتكار أزياء بهذا الموضوع. سيد موسى الخوري، الحياة صارت محكومة بمنطق رقمي يسيطر على كل مفاصيلها، والتوثيق بات تكنولوجيا يعني صح. أغلب الناس عندما تذهب لمرجع أو تذهب إلى الإنترنت يعني بغالبية الوقت. مشروع وثيقة وطن، هل يعني استدرك هذا الأمر؟ هل فعلا يضع المادة التي يقوم بتوثيقها على الوسائل الحديثة لكي تكون مادة بمتناول الجميع؟ هذا أمر يعني يحتاج إلى توضيح بالنسبة لوثيقة وطن تحديدا. من حيث التكنولوجيا، مؤسسة وطن استعدت منذ البداية لوضع كامل أرشيفها بإطار رقمي، فنحن لدينا داتا سنتر وأرشيف رقمي هام جدا من حيث التسجيلات الصوتية، التسجيلات البصرية، الصور، النصوص أيضا، وكافة الوثائق التي نستطيع الوصول إليها من خلال الشهود أو أي مركز بحثي آخر. ولكن هذا الأرشيف نحن لم نقدمه بعد أو نطرحه على الإنترنت، لأن ذلك يحتاج إلى تحضير مسبق. بس المشروع ببالكم؟ هو ببالنا، مطروح. هو مطروح ونعمل عليه أيضا، ولكن يجب أن نتذكر أن كافة تسجيلاتنا تتضمن موافقات مأخوذة من الشاهد ضمن اتفاقيات مشتركة بين المؤسسة والشاهد، فنحن لا نستطيع أن ننشر دون الرجوع إلى الشاهد ودون موافقة الشاهد. هذا أمر يحتاج إلى دراسة وأن ننشر هذه الأمور، ولكن بعد وضع الآليات التي تحفظ حقوق الشاهد من جهة، تحفظ حقوق المؤسسة من جهة، وأيضا توصل المعلومة بطريقة لنقل منهجية وعلمية. ست رجاء، إلى أي حد يعني نستطيع القول بأنه من يعمل بمثل طريقتك، يعني العودة إلى حتى المراجع التي تسرد أو التي توصف، المراجع المكتوبة من دون وجود صور، من دون وجود وسائل إيضاح، إلى أي حد وفقتم بهذا الأمر بأنه يعني أن تقوموا على توثيق الزي؟ والزي عندما نتحدث عنه ليس فقط بفكرة المرحلة التاريخية، الأزياء دائما جزء من الشخصية، يعني شخصية حتى الممثل الزي لا ينفصل عن الشخصية التي يلعبها. إلى أي حد يعني وفقتي بهذا الأمر تعتبرين بشكل أو بآخر؟ وأيضا هل المراجع باللغة الأجنبية متوفرة أكثر من العربية حتى بما يتعلق بالتاريخ العربي أقصد؟ خليني أبدأ من القسم الأخير من السؤال، أنه المراجع الأجنبية حتى المتعلقة بالتاريخ العربي موجودة أكثر
بالمكتبات الأجنبية موجودة أكثر بكثير. يعني أنا في عندي أصدقاء كنت أتواصل معهم سواء بمكتبات العلاقة بواشنطن ولا بباريس، إنه شوفوا لي مثلاً شو في صور أو شو في معلومات تتعلق بهي المرحلة أو تلك، يبعثوا لي صور أو معلومات أو كذا. هلأ من ناحية إنه أنا لأحد وفقت، بعتقد إنه إلى حد ما وفقت. أنا ما شغلتي بشغلي، ما بعتبر شغلتي إني وثق، لأنه هذا العمل هو عمل كتير مهم. التوثيق شغلة كتير مهمة وبدها تفرغ. بس عم توثقي بالصورة إلى حد كبير. عم حاول وثق بالصورة، بس عم حاول بنفس الوقت أقدم مادة فنية يعني الناس تحبها وتعجب فيها. عرفتي كيف ديما؟ يعني الفكرة إنه أنا عم أقدم فن، وإزاي هو بيعبر عن الشخصية كمان، غير إنه أنا عم وثق إنه أنا كمان بدي لبس الشخصية لبس يناسبها، يناسب وضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، وضع الثقافي، وضع البيئي. فلازم يكون الزي مناسبة، لأنه الزي هو التعبير عن الشخصية، هو إحدى أدوات التعبير عن الشخصية. يعني أنا أطمح أن يكون وصلت لمرحلة من الثقة بيني وبين سواء المشاهد أو الناس اللي عم بشتغل معهم، إنه صار في لي جزء من المصداقية بهذا المكان. يعني وكيف هي الانطباعات عن هذا العمل؟ يعني ما الذي يأتيك مثلا؟ هل سبق اتصل فيك شخص مثلا ربما مؤرخ، ربما عالم أو مثلا باحث في مركز أبحاث، وقال لك أخطأتي في هذا الأمر أو أصبتي في إيجاد الزي المناسب لهذه المرحلة أو الحقبة التاريخية؟ بالحقيقة ما حصل إنه يعني حدا اتصل وقال لي أخطأتي، ما حصل. يمكن في حدا كتب يكون، ما بعرف يعني. بس بالعموم أنا بذلت كل جهدي إني أنا أقدم شيء يكون أقرب ما يمكن للصح، يعني لأنه فعلاً كنت غوص بالمراجع بطريقة كتير كبيرة، وأنا عندي بالبيت مكتبة كبيرة هي فقط مراجعي الخاصة. حتى صار جدل إذا بتتذكري ست رجاء هلأ من فترة قريبة عن عمل تناول الفراعنة، وتم إيقاف هذا العمل بسبب خطأ بوجود ذقن يعني للشخصية، وهذا أمر كان مستنكر عند الفراعنة لأنه كانوا يعتبرونه شيئا معيبا في الشخص. مضبوط. لا حتى إلى أي حد خطر أيضا هذا الأمر طبعاً، ما بيصير إن لم يكن هناك. أنا ما بسترجي أقرب على مرحلة تاريخية إلا ما أكون حاسة إنه أنا قادرة أقدم فيها شيء. لا أجرؤ، يعني ما بسمح لنفسي إنه خوض بمكان إذا ما كنت فعلاً بحثت بشكل جيد، تملكت هيك مجموعة منيحة من الأفكار، من الصور، من الكتابات. أنا بكتب كتير ما يتعلق بشغلي، برسم كتير، بنزل على السوق بشوف السوق شو ممكن يقدم لي، لأنه القماش السوري بالحقيقة هو لحاله أحياناً بيحكي. صح. يعني بيحكي حكايات، خاصة القماش القديم اللي هو مثل البروكار، مثل الصاية، مثل في كتير أنواع. يعني صح. حتى بتروحي على المتحف بتلاقي فضل من الكتان السوري من أيام زنوبيا ملون ومنقوش عليه، يعني في منه لهلأ عم يتقلد. طبعاً هلأ ما في شيء حقيقي، كله هلأ عم يتقلد. بسوق الحرير مثلاً اللي بيحكي عن الخمسينات كتير انحكى عنه، انحكى بشكل جدل، أثار جدل كتير كبير، لأنه الناس تفاجأت أنه أنا كيف نطلع المرأة السورية لابسة للركبة؟ طب أنتوا يعني ما شفتوا أنه بالكتب أنه هي المرأة السورية بالخمسينات لابسة للركبة؟ نعم. معقولة ما فتحتوا كتاب ما شفتوا فيلم؟ تجي خطورة أحياناً للدراما عندما تكرس صورة معينة أو تتجاهل صورة أخرى بالضبط. وهذا أيضاً يعني أمر يجب العمل عليه. أستاذ موسى، التوثيق أحياناً يأخذ طابعاً قد يكون أخف وطأة من الحالة الرسمية الرصينة، بمعنى أنه قد يكون ترفيهياً في ظاهره لكنه عميقاً في جوهره. أنتم يعني بجزء من عملكم قمتم على توثيق الطعام،
يعني أو المطبخ السوري، وهو ربما يعني يكون أمرا خفيف الظل، ولكنه في جوهره هو يعكس ثقافة مجتمعية واجتماعية لكل البيئات السورية المتنوعة. صحيح. كيف عملتم على هذا المشروع تحديدا؟ نحن ضمن هذا المشروع ومشاريع أخرى نعتمد على مبدأ أن التأريخ الشفوي هو تأريخ للظروف المهمشة أو التي تقع دائما على هامش التاريخ الرسمي أو التاريخ الكتب التي تؤرخ للمعارك والأحداث السياسية الكبرى. صحيح. وغيرها. فنحن ضمن هذا المشروع الذي نباشر به حاليا، لم نقطع به شوطا بعد، ولكن عموما نحن نتمثل فكرة أن البيئة المحيطة بكل تفاصيلها الدقيقة، التاريخ الشفوي يذهب دائما إلى التفاصيل، نحن نهتم بأن نسبر الصورة التي تصلنا من كافة المظاهر الحياة أو ما نسميه في التاريخ الشفوي فضاءات التاريخ الشفوي. فنحن مثلا على سبيل المثال يهمنا أن نوثق الأزياء، يهمنا أن نوثق الموسيقى، يهمنا أن نوثق اللهجات، أن نوثق مثلاً الصناعات المختلفة، وخاصة نحن حالياً في مشروع توثيق الحرف اليدوية، هو مشروع هام جداً لدينا الآن وباشرنا فيه، وكما تحدثت السيدة رجاء نحن نهتم حالياً في هذه المرحلة بتوثيق النسج مثل الصايا والبروكار وغيرها من فنذهب إلى الصانعين أو الحرفيين الذين لم يبق منهم سوى قليل ولديهم أسرار الحرفة. وفي هذا التوثيق تذهبون إلى الأماكن أستاذ موسى؟ تماماً. يعني هل بتروحوا لكل الأماكن التي تشتهر ربما في طبخة معينة أو في نوع غذاء معين أو نوع المؤونة معينة؟ تماماً. تماما. نحن نذهب إلى الحرفي الذي يعمل مثلا على حرفة معينة، نوثق تاريخ هذه الحرفة، كيف وصلته، كيف وجدت في عائلته، كيف تعلمها وهو صغير، وكيف نقلها إلى من بعده أو لماذا لم ينقلها حاليا، صعوبات هذه الحرفة وتفاصيل الآليات التي يجريها على الحرفة لينتج من مواد أولية وخام مادة إبداعية، مادة جميلة. هذا ينطبق أيضا على المطبخ السوري، عندما نريد أن نوثق نذهب إلى هناك مأكولات بسيطة ومختصة هي محلية جدا، ربما معروفة في قرية معينة أو في منطقة معينة أو في مدينة معينة، نحن نحاول أن نوثق هذه المأكولات ليس لأنها أشياء بسيطة وحميمة فقط، ولكن لأنها تعكس الهوية السورية تماماً، وهذه الذاكرة يجب أن ننقلها إلى أجيالنا القادمة، وأيضاً يجب أن نقول ونخبرهم أيضاً أن هذه الهوية هي هويتهم وعليهم أن يتمسكوا بها، لأنه كما تعرفين سيدة ديما كثيرون يحاولون سلبنا أو ادعاء أن هذه الهوية هي هوية، إن كان في الأزياء أو في المأكولات أو في الصناعات والحرف. وربما يعني نحن تحدثنا في حلقات سابقة بأن الحرب على سوريا كانت في يعني في أول أولوياتها هو ضرب واستهداف هذه الهوية السورية بشكل أو بآخر. هذا صحيح. أستاذة رجاء، حضرتك يعني تحدثت أنه تلجئين إلى المراجع من أجل توثيق مرحلة معينة إلى ما هنالك. في الدراما المعاصرة ربما لا يحتاج منك نفس الجهد إلى حد ما، هل تراعين المناخ العام للمرحلة التي يعني يجب أن تقومي بتصميم أزيائها، أم أنه يعني ربما يعتبر نوع من الترف لا حاجة لوجود مصمم أزياء في الدراما المعاصرة، يمكن أن يطلب للممثل أن يلبس يعني ما يشبه الشخصية، ما الذي تراعينه في الدراما المعاصرة وإلى أي حد يتسلل ربما التاريخ السوري في تصميماتك، التاريخ السوري يعني تاريخ الأزياء السورية في تصميماتك؟ يعني تحدثت عن أنواع الأقمشة، تحدثت عن حرصك على أن يكون هناك شيئا سوريا، ولكن الأزياء التي نعرفها والموثقة في المتاحف هل تسللت إلى أعمالك؟ أنا دائما بحاول هالربع إلى أعمالي.
كثير لانه انا كثير بحب سوريا وبالتاكيد العمل المعاصر هلا حاليا صار من الضروري جدا انه يكون في مصمم ازياء، حتى الجهات المنتجه صارت تطلب مصمم ازياء للدراما المعاصره لانه الصوره صارت مهمه كثير. هي شغله. الشغله الثانيه انه نحن عم نحكي، لما عم نحكي عن عمل سوري فانت بدك تقدمي العمل السوري كما يجب من كل النواحي، سواء كان عم يحكي عن الطبقة الفقيرة، عم يحكي عن الطبقة المتوسطة اللي هي هلأ صارت شبه معدومة، نحكي عن الطبقة الغنية، يعني بدك تقدمي المجتمع السوري كما يجب. أنا اشتغلت الندم، آخر عمل مودرن اشتغلته من شي 3 سنين، حكينا عن مجموعة كبيرة جدا من يعني هامش كتير كبير من المجتمع السوري، سواء الفتاة المحجبة، الفتاة الغير محجبة، الرجل اللي عنده معمل، الشباب الطائش، شرائح مختلفة. شرائح طبعا كنت أنا والإخراج يعني والديكور طبعا متفقين وعاملين اجتماعات إنه نحن بدنا مختارين ألوان معينة مثلا بتناسب المرحلة، لنفرض اللون الرمادي فرضا لأنه هي المرحلة ما فيها ألوان، نحن بحالة حرب فما فينا ندخل ألوان كتير فيها فرح، ما بيصير، فلازم اتدخل أنا باللون. لما ممثل بيجيني بقميص لونه أحمر بقول له لا ممنوع تلبسه، أنا بتدخل بقوة بهذا القصة بقول له ممنوع تلبسه، بدك تلبس مثلا لون رمادي، لون كحلي، يعني بما يشبه المناخ العام، بما يشبه المناخ العام الموجود في البلد، وأيضا بالضبط. الشخصية وتركيبة بالضبط. الشخصية ولما بيكون في إمكانية أني أنا اشتري ثياب مناسبة للشخصية، وهذا شيء يعني أنا صرت بقدر يعني بفرضه على جهة المنتجة أنه أنا لازم أجيب لهي الشخصية، بحاول أجيب يعني أقرب ما يمكن لللباس السوري طبعا بما يناسب أنه يكون مودرن بنفس الوقت وليس فولكلور. أنا مش فولكلور، يعني مش عم وثق فولكلور، ولكن أنه يكون شيء سوري حقيقي. هاي هي القصة الحقيقة. أستاذ موسى، سبق أن أطلقتم مسابقة هذه حكايتي في المركز، ماذا تفيد مثل هذه المسابقات في عمليات التوثيق؟ إذا ما تحدثنا بالتوثيق عن شخصيات هامة وشخصيات كبيرة، يعني كيف تفيد هذه الحكاية؟ هذه الحكاية الحقيقة تصب في صلب عملنا كمؤسسة تعنى بالتوثيق، لأن نحن نهتم بالحكايات، نهتم بالقصص. عندما نذهب إلى الشخص لا نريد منه أن يعطينا معلومات أو كميات أو أشياء محددة، بقدر ما نطلب منه أن يروي لنا الحكاية، كيف حدث معه الأمر، ماذا عمل، كيف تطور الأمر إلى آخره. فنحن نهتم بالحكاية. عندما أطلقنا هذه المسابقة كان لنا عدة أهداف منها. الهدف الأول هو الحصول على أكبر عدد من القصص من الناس، وبالتالي الوصول إلى قصص الناس وانتقاء ما يمكن أن نقوم بتوثيق قصصهم ومقابلتهم وتسجيل هذه القصص مباشرة منهم. ثم كان لنا هدف آخر أيضا هو الحقيقة تنشيط فكرة كتابة المذكرات عند الناس. هذه الفكرة الجميلة التي بدأت تتراجع كثيرا. كتابة المذكرات شيء مهم جدا، لأنها أيضا تحفظ التاريخ، تحفظ الذاكرة، تحفظ حكاية شعوب ربما في مرحلة معينة. تماما، وهي تشجيع للناس بشكل عام للمشاركة بكتابة التاريخ، هي دعوة للشعب يعني أو للمواطنين جميعا. أستاذ رجاء، سأنهي معك لأني بدأت مع الأستاذ موسى بشكل سريع جدا، لم يتبقى لدينا وقت. كيف يمكن لسوريا أن تصبح منتجة على الصعيد، يعني أن تعيد هذا الرونق لزيها مجددا بالساحة العالمية؟ ولماذا لا يوجد في معهد التمثيل قسما خاصا بالأزياء على أهميته بشكل سريع؟ هلأ صار في قسم له علاقة بالسينوغرافيا، أزياء وديكور موجود هلأ صار، بس نحن كيف بدنا نعيد الأهمية للزي السوري؟ هذا بده شغل كتير. بدنا أول شيء نحب سوريا، نحبها من جديد، بدنا نحبها من جديد، نعمرها من جديد طوبة طوبة مثل ما بيقولوا، ونسمع حكايات الناس ويعني نعمرها خطوة خطوة. يمكن الزي هو آخر شيء نفكر فيه هلأ، ولكن أنا كمختصة بهذا المجال هو أول شيء بفكر فيه.
وبتمنى انه اقدر من جهتي اقدر ولو شوي صغيره يعني ادفش هذا الموضوع للامام قليلا. ونحن بندفشوا معك كمان ست رجاء. شكرا جزيلا لحضرتك السيده رجاء مخلوف مصممه الازياء في الدراما السوريه، وايضا الاستاذ موسى الخوري مدير العمليات في مركز وثيقه وطن. شكرا جزيلا على هذا الحوار. اعزائي المشاهدين، شكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء.